انتي ما حذرتي غير سلطه انا ماني عامله. شو يعني ماني عامله؟ بيمشي علينا نحن ثلاثه. ها حكت لطفيه خانم، بعدين شو قصدك انه انتو ثلاثه؟ ما انتو اثنين حبيبتي. تالتنا ابن عمك، شو نسيتي انه بيحبها للتبوله؟ إيه لا يا ستي، بحب السلطه. لا خلص التبوله انتي وياها. اختي انتي اعملي سلطه ونحن بنعمل تبوله. ما حذرت لطفيه، ما عندنا خضره تكفي وما لنا عاملين غير تبوله. إيه لا لا انتي صرحتي ليشك بس كمشي على ابن عمي. هي هدى طولت لسانها علي كذابه وريحه في الله الدنيا سياه، ما عملت لشي. هدى شو صار؟ ابن عمي هي فايزه ركبت راسها بدها تعمل سلطه ونحن عاملين لها بدنا نعمل تبوله، قامت مسكت وشعري صارت تقتلني. صحيح هالكلام؟ صحيح ابن عمي. شو يا بنت ابو النار؟ كلياتنا بدنا ناكل تبوله وانت بدك سلطه؟ صايمه ومشتهيته ابن عمي. شو رايك يا فايزه خانم جيب لك كل وحده منكم تطلع على كيفها؟ ابن عمي عمل لك انا صايمه ومشتيطه، شو فيها يعني؟ عم تردي بوشي وليه؟ عم تردي بوشي؟ ابن عمي انا ما عم رد، انت عم تحكي وانا عم جاوبك، شو صار؟ لك هالشغله! تعني مرة ما عم تردي بوشي، عم تفهمي؟ يلا! يا شيطان صار لك شيء؟ ايدي 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 على ما بدك تكون كسرت ايدك. شو كسرت؟ كلوا معي على ما هيكون بدك. الله يخزيك يا شيطان، الله يخزيك يا شيطان. شو عم تحكي عصام؟ كسرت لها ايدها؟ لك ما كسرت لها ايدها، دفشتها ما بعرف شلون هيك وقعت عليها. الله يصرحك على العمل لك اخي، حدا بيتقاوى على حرمه؟ لك المشكله انا ما بعرف جبر وينه ابوه؟ والله السلام عليكم. عليكم السلام. السلام اهلين يا ابي. شو ما كنتوا اثنين شو في؟ شد على حالك شوي. كسر لها ايدها. يو ليش يضربها لفايزه ويكسر لها ايدها؟ ليش هيك عمي؟ لك شو صاير له هالعصام؟ والله ما بعرف، عم يتفشش بالدبان وشو، قال شو صايم يا مو صايم. اذا بده يصوم ويضرب نسوانه بلا صيام احسن. وانا هيك عم اقول. يا مو دلال جيبي لي ملايتي بسرعه الله يرضى عليكي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. عنك يا فيلم. لك العم ضربك، شو ضربك الدكاش؟ يخرب بيتك من حالك، ما شو صاير لك؟ لك الرجال لك ابي زينته اعلو اعلو. يا بي صايم صايم وما بعرف هيك طشت وما لقيت حالي غير عم بضربها. لك شو هالصيامات؟ لك هذا مو صيامات، لسه ثاني يوم رمضان. شغل لي اياها، شغل لي اياها، لك ابي شغل لي اياها الله يرضى عليك. الله يلعن الشيطان يا بي، الله يلعن الشيطان. ما بكفي ما بكفي ما بكفي لك ابي، مرات بني ادم بيكون هو الشيطان. حطي بالك من القصه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. شرفتي خانم افندي، تفضلي شرفي فوتي. شوفي ابنك شو عامل، كسر ايد مرته. تفضلي قويه على كنانك. ايه قويه اكثر من الوبيان. الحمد لله يا ربي، شو بدي احسن من هيك؟ كل شيء خربان بغيابي، كل شيء. صدقيني انا ما عملت شيء، وهي لطفيه وهدى قدامك اساليهم. ابن عمي بعد اذنك بدي روح على بيت اهلي. عرق سوسو معروف. لك عمي صلي على النبي استهدي بالله، شهر ناتي ان شاء الله. لا اله الا الله، بس ما قلتولي وين القبض هاي؟ قال بيتمرجح على حرمه. صلي على النبي عمي ابو النار. اللهم صلي على النبي. عصام عارفان حاله غلطان وما بيجوز من الله اللي عنده. ليش ما بيعرف حاله انه غلطان وما بيجوز؟ بيطلبها وبتفشها وبكسر لها ايدها؟ فكر ما في حدا وراها؟ لا عمي، إلها إلها أهل بينحطوا على العين والراس من فوق. حقك علي عمي أبو النار، ما بعرف شلون هيك طلعت خلاقي وأخذ علي الصيام. خانقت مع فايزة، دفشتها، وقعت وكسرت إيدها. أنا غلطت، وشو بدك أنا حاضر. لا
لا خبني ما بيجوز ما بيجوز. وإذا كانت مرتك ها لازم تضربها. أمي أنا ما ضربتها، أنا دفشتها. لا أنت بالأول ضربتها بعدين دفشتها. يخرب بيتك من حالك. طار بابلك عصام. إيه يا أمي ضربتها. عدم المؤاخذة، مشان شو ضربتها؟ لك أحكي مشان شو ضربتها؟ مشان أكلي. شو؟ مشان طبخة. أنا راحت وإجت تعمل مشاكل وعيب. عم تحط حالك بحال النسوان. يا أبي أنا غلطت. عمي أبو النار أنا مستسمح منك، أنا حاضر، شو بدك؟ أنا حاضر من عيني هي قبل هي، أنا غلطت. فوتي فوتي ارتاحي. ابن عمي لا تكون زعلان مني لأنه قلت لك بدي روح لعند بيت أهلي. لا لا أعوذ بالله، شو زعل منك؟ أعوذ بالله أنا ما بزعل منك فايزة. بعدين ويني؟ ما بتعملي شي بالبيت ها؟ بتخلي ضرايرك يخدموكي، شو بدك بيحضر لعندك. أمرك ابن عمي. إيه. حقك علي فايزة، حقك علي. الله يسلم الضيافة يا حق. يعني وما اجى الواوي وما اجى. يعني لو بدها تشتي كانت غيمت، الاول بيجي من اصله كان اجى. هو ما بده يجي، ما بده يجي. ايه بس ليكون يعني حامل بقلبه. ابي الدنيا رمضان الله يرضى عليك وكل الله. غايب عذره معه، خلصنا. مع انه والله يمكن الشغله كلها طايفة عائلة تنكي. ايه طايفة عائلة تنكي، شو عمل له؟ شكله هذا الأزياء بدمه عمي أبو النار. لا عمي ما تزلق، كل اللي عم يساويه من فقره وتعتيره. حلوة هاي، شلون هاي بقى؟ شنو الفقر بيعمي على قلبه؟ بيضربها يمين تجي شمال، وبدي يخلقه تطلع منه تفنكات هاي. ايه بس الضرب عني يا عمي أبو النار. هذا هو الكلام المزبوط. اي والله أبي أصف النية ونام البرية. طول ما الواحد نيته صافية الله ميسر له أعماله كل هذا. هذا تنكي الله يصلحه ويهديه، حاطط الشر بين عيونه وماشي. شلون هذا بده يصلح حاله يا بي؟ الله اعلم اخي ابي، الله اعلم. شو بيعرفني؟ الله اعلم. لا ستي، ابن عمي ما بحب هالاكله، بدنا نعمل يبره. انا عم اقول لك ابن عمي بحب الكبه المشويه والمقليه، شو افهم مني انت؟ يا ستي كلمتك ما رح تمشي، بدنا نعمل يبره يعني بدنا نعمل يبره. شوفي صوتكم طلع. ما في شيء من عمي، ما في شيء. شلون يعني ما في شيء وصوتكم واصل اخر الحاره؟ شلون فهموني؟ لك وينكم فهموني؟ والله يا ابن عمي عم نتخانق مشان فطور بكره. عم تتخانق مشان فطور بكره؟ شو مشكلة فطور بكره؟ ابن عمي هي فايزه بدها تساوي ورق عنب، بس انا عم اقول لها ابن عمي بحب الكبب اكثر. ايه لا تساوي شيء، لانه فطور بكره عند اهلي. حاجه رغي حاجه. لا ابن عمي لا. شوفي. الله يخليك يا ابن عمي، انا وعدت لامي روح لعندها بكره. وعدتيها لامي؟ ايه. ايه روحي لعندها، مين ماسكه؟ الله يخلي لي اياك. فايزة. نعم ابن عمي. فوتي على المطبخ شوفي شو ناقصكم غراب. انا ما بحب افتل بالسوق وانا صايم. فوتي. امرك ابن عمي امرك. لا خذي هدول معك. قوام قوام ابن عمي. لك الله لا يوفقكم. لك بدكم تجيبوا لي دائما ارزاقنا. لك انا لازم اتجوز الرابعه وخلاص. والله ولا هدول الثلاثه حاجه حاجه. شو هالحكي هاد؟ بس ابو عصام قدري اني تجوزت ثلاثة جرسني، شلون ما يدري اني بدي اتجوز الرابعة؟ يا سيدي شو ما بده يعمل يعمل. حاجتون هدول حاجتون، يا والله حاجتون. هذا كل نيته يعلم الحارة. لو كان بدي يقتل حدا كان قتل، بس المصيبة انه عم يعمل عمايله ويخلي. لك عمي كتر خيرك على جيتك ابو النار، انت ما بتقصير، ما بنقصك كل عمرك، بس هذا عي وصغيرة ونكتي وبدها انكشيف. اخي عصام من بعد امرك، اذا بدك اليوم ببعث لك رجالي تحرسك الحاره بالليل. لا ما وصلت لهون وكل الله. نحن كمان فينا كفونا. هذا كلام مردود. لا يا ابو عصام لا، انا عم اقول لك هذا الحكي لانه نحن اهل ولاد بلد وحده. والنعم منك يا ابو النار، ما لنا شيء ولا بيطلع لنا نقول شيء قدام اصلك. اي والله بس نحن كمان ما لنا قصيرين حربي. قلت لك هذا شغلته نكته نكته وحتنكشف. غمامة صيف وبتمر، ومشكور على كل شيء حكيته. لا تفهموني غلط يا جماعة، نيتي خير الله وكيلكم.
على كل اللي نحن حاضرين، واللي بيصير عليكم بيصير علينا. ما قصرت، كثر الله خيرك. يلا السلام عليكم. عليكم النار. عليكم السلام ورحمة الله. سلام ورحمة الله. وهي قصتي، بيقولوا لك معتر يا جوز الثنتين يا سيدي، معتر يا جوز الثلاثة. جبت مني عم تلحقلن أكل يا أبو شوكر. لعمل واحد مرة وحدة ما خالص، باقي بثلاثة. آخ حطيت إيدك على الجرح، بس بيني وبينك أنا جا عبالي أجدبها ويطق بمخي وتجوز الرابعة. رابعة؟ إيه لك قالك أنت عم تشكي وتبكي وعم تقول ما عم تلحقلن أكل. من دي تخلقي يا عمي أفارس، أنا بدي خلقي هيك على حالي. يا حبيبي إذا كنت واحد هاي تخلقه بده يتجوز، الواح من هنا بيرحقوا 4-5 آلاف مرة ولحي ما إذا بتلحي يا أبو شوكاوت. لك عم بمزح معك أفارس، أنا أتجوز الرابعة أنا. أنا قلبي من العجور منجور ومن الحامض لاوي. الله يعيني على ما غلاي. اشرب لك كاسة شاي مشي. عمي أفارس بزمتك ما بتشتاق لنوم الليل؟ هيك بالأخص بس يخلص النهار وتعب النهار، تفوت على التخت وتحط راسك على المخدة مهففة عطر يا عيني. إذا كانت الدنيا سقعة هيك الواحد بيغمر بيني بهالحيل من هدول وبيروح نايم فيه وخود عشقي. يا الله ما أحلى نوم الليل. لك خلص لك ابني تعودنا، صار لي عمر على هالمنوار، الحياة بدها تنضج. اشرب اشرب. إيه الله صحيح ما عرفت من الشباب مين بده يجي بكره ينام معك؟ والله ما بعرف يا ابني، بده يجي واحد من هالشباب يقعد معي. اخ وين حاشت التوب لك ابو شوكات، والله رح يتفسخ حناكي من المتوبه. روح نام ببيتكم وخلصني بقى. بصير اتركك يا فارس. لك عليك ام معقول ننام اثنيناتنا سوا ونترك هذا الباب هيك لحاله؟ روح روح الله معك روح. يعني ما بيصير شيء؟ لك ما بيصير شيء روح. استلم لك. السلام عليكم، تصبح على خير عمي. الله معك. هذا إذا لحقت تنام. الله يساعدك ثلاثة، والله لا ينتفوك نتف.